الفيديو إن شاء الله نشوفه واحد التمرين في توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى خاص بالجدار المشترك الدولي. دونك التمرين هو هذا، كاين واحد الجسم الصلب هنا مشدود بواسطة يعني ان غوسور بوي ان فيل هنايا كيف ما تشوفوا، ودايره واحد الزاوية الفا هنايا 30 درجة. دونك سولو فيغ لو بيلون دي فورس كي سيكزيرس سيغ لو سوليد و إلي ريبريزونتي سون ايشيل، بمعنى انا نمتلوهم بدون سلم. Énoncez les deux conditions d'équilibre d'un solide soumis à trois forces. Maintenant, décrire donc sur le tawazun. Regardez l'intérêt, maintenant le rôle de la charge. Trouvez l'intensité F de la force appliquée par le fil sur le solide. Maintenant, je dois chercher le quoi, c'est la ligne polygonale. Maintenant, déterminer T, tension des ressorts, en utilisant premièrement la méthode de Pythagore. Puis la méthode analytique et par méthode géométrique en utilisant une issue convenable. Déduire l'allongement du ressort d'équilibre lorsque le solide est à l'équilibre. Déterminer l'allongement final L. Maintenant, je dois tourner à l'idée de Nabi. Nabi, faire le bilan des forces. N'est-ce le solide? Il subit des forces sans poids. Il y a une sans poids, qu'un F tension du fil, il y a une T tension des ressorts. N'est-ce les conditions d'équilibre lorsqu'un solide se met à l'action de trois forces non parallèles et en équilibre, les droites d'action de ces forces sont coplanaires et concurrentes. La condition, c'est une condition de stabilité en rotation. لغياب الدوران، يعني باش ما يدورش الجسم تكون هاد هاد نقط تأثير مستوية متلاقية. بالنسبة للشرط الثاني لا سوم فيكتوريال دو سي فورس نول، بمعنى مجموع متجه ديال القوى منعدم. هاد الشرط هو خاص بإيموبيليتي دو سونتر دو غرافيتي، باش ما يكونش يعني مركز قصور تيتحرك. بالنسبة للا تونسيون اف، غادي نجبدو هاد التونسيون دي فيل en utilisant la ligne polygonale fermée. Bien maintenant, condition d'équilibre lorsque la somme des forces égale à vecteur nul, la ligne polygonale est fermée. Et de nouveau, la chose que nous devons faire dans le photo, c'est de voir la force connue. La force, l'intensité de la force connue, c'est P. P égale à M fois G. Bien sûr, le M est 200 grammes. Donc, on va faire le gramme ou le kilogramme en maximum à 1000. On doit voir G. هذيك هي جوج نيوتن. دوزيام ايتاب تنختارو السلم. السلم اللي اختاريت هو 1 سنتيمتر يمثل 1 نيوتن. دونك اول حاجة تنديروها تناخدو مسطرة تنعبرو جوج سنتيمتر ديال لو بوا. دونك بي سيتين يعني سيتان فيكتور توجور فيرتيكال فيغ لو هو فيغ لو با. دونك تيمشي نحو الاسفل وفيه جوج سنتيمتر بهذا السلم اللي اختارينا. دونك جوج سنتيمتر. تاني حاجة تنشوف باللي اونتخ هاد لا فورس اف اي لو بوا بي كاينة واحد الزاوية ديال 90 درجة، ولكن جو كوني با يعني لا فالور دو اف، ما عارفينش شحال غنديرو فيها ديال السنتيمترات، ما عارفينش شحال فيها. اول حاجة اللي خصني ندير هو انني ندير واحد مستقيم بمعنى افقي، بمعنى ان هاد اف هادي غتكون فوق هاد المستقيم، ولكن ما عارفينش شحال. شكون غيحدد لينا؟ غيحدد لينا لا تروازيام فورس سي تي. واللي عارفين كذلك في الشكل ان بي نازله نحو الاسفل و تي هي هذه. دونك الى خدينا هاد بي هذه ونديوها لهنا ماشي مشكل، غنمددو هاد تي غنطولو حتى توصل هنا حيت سون ايشيل، بمعنى ماشي مشكل غنمدوها حتى توصل هنا وناخدو هاد بي. ايوا تكون بي هنايا نجيبوها هنا، كاين مشكل؟ ما كاين حتى مشكل، عادي جدا. علاش؟ لانها تبقى محافظه بنفس يعني نفس الاتجاه ونفس المنحى الى اخره. دونك نهزو هاد بي ونديوها هنا، وغادي نلقاو باللي تي اونتر تي اي بي كاين لونغ الالفا اللي هو 30 درجة. دونك اش غندير؟ ناخد المنقالة نحطها هنا، وغادي نعبر 30 درجة بين ها هي بي، وغادي نعبر تي تي وها هي تي، هي هادي غادا نيت في هاد المنحة. دونك غتمشي هكا، وغادي نعبر 30 درجة من هنا، ها هي 30 درجة. دونك غنحط تي هنايا صافي، والمنحة ديالها خصني نحافظ بالمنحة. علاش؟ لأن
رسمت بي وتنمشي للراس ديال بيرسونيل مثل اف، ولكن اف ما عرفتش شحال فيها. دونك بالنسبه للكونديسيون ديكيليبر لا سوم دي فورس ايغال ا فيكتور نيل، دونك سا دون كو لا لين بوليغونال فيرمي، بمعنى تكون عندنا خط مودلاي مغلق وبالتالي خصنا نغلقوا هذا الخط المودلاي، هادشي اللي بقى خصنا نسدوه. دونك هذه هي تي، بقات لينا يعني اف، هي هذه اف صافي. دونك انا لقيتهم كاملين، حنا نطلب في السؤال هو نجبدو هذا اف شحال تساوي. دونك ناخد المسطرة ونعبرها، لقيت فيها تقريبا الى شي تقريبي ماشي 100%، وانما تقريبي على حسب المسطرة باش خدام، وعلى حسب انا خدام غير بهادشي ديال يعني لي زانيماسيون. دونك عطاتني 1 فاصلة تقريبا، 1.2 ولا 1.3 على حساب، يعني تقدر تكون انت 1.4، انت غادي تعبر مزيان ماشي مشكل. دونك فيها 1.2 سنتيمتر، حنا ديجا خدينا بلي 1 سنتيمتر يمثل 1 نيوتن. دونك اف ايكالا 1.2 × 1 حيت 1 نيوتن، دونك هي 1.2 نيوتن، هي لا فورس اف. جبدنا الا بغينا ار في البلاصه غادي نجبدو، عفوا تي، هاد تي هادي تاهي نعبروها ماشي مشكل، واخا كاين في السؤال تاع السؤال الاخراني. دونك فيها تقريبا 2.3 تقريبا، اذا فيها 2.3 سنتيمتر ونضربها في 1، دونك غتعطي 2.3 نيوتن. يعني السؤال الموالي قال لك تخوفي لا فالور دو تي اون اوتيليزون يعني تيوريم دو بيتاغور، مبرهنة فيثاغورس. عندنا الشكل هو هذا، هذا الخط المضلع اللي كاين هنا هو اللي خديت، هذا خديته بوحدو، ها هو. دونك مبرهنة فيثاغورس هنا قائم الزاوية، نطبقو مبرهنة فيثاغورس. الوتر اس اتنان هو تي اس اتنان يساوي هذا الضلع اس اتنان بي اس اتنان زائد اف اس اتنان. الا بغينا نحيدو يعني اس اتنان تنديرو الجذر، دونك تخرج لك بي اس اتنان زائد اف اس اتنان. دونك بي ديجا كالكولي هي 2 على بيسونس 2 بليس 1.2 على بيسونس 2. الا درتي العملية تخرج لك 2.3 تقريبا، هنا 2.3 تقريبا، 2.3. المهم على حسب عدد الارقام من ورا الفصيل اللي غتاخد. دونك انا خرجت لي 2.3 تقريبا. لا كاتريام كيسيون، يعني تخوفي ميم فالور تي اون اوتيليزون لا ميثود اناليتيك. دونك لا ميثود اناليتيك تنختار واحد ان روبير اورتوغونال. انا خديت ناخد الروبير هنا، روبير اورتوغونال فيه ايغاك وفيه اكس، وهذا الاصل ديالو لوريجين ديالو. وتناخدو يعني la condition d'équilibre la somme vectorielle du force nulle, tandis que la projection sur l'axe OX puis OY. كون بغيت غير تي ولا بغيت بي، غندير غير واحد فيهم حيت هادو متعامدين. ولكن بالنسبة لهادي يعني ليست بعمودية على هادي، راه تي هادي تي، يعني ما هي متعامدة مع Y وما هي متعامدة مع X. دونك غندير لا بروجيكسيون سور لي دوز اكس. دونك هنا قلت هذه راه هي تي، تي متجهة، تي هي هذه، هي هذه تي متجهة، اذا هذه تي متجهة. هنا الى درنا لا بروجيكسيون ديال هذه سيغ لاكس او اكس غتعطينا بي اكس اف اكس وهذه تي اكس، وبالنسبة لهذه بي ايغاك اف ايغاك وهذه تي ايغاك. هنا راه تي، هنا تي وهنا تي. دونك الى شفنا بلي بي، الى سقطنا بي على اكس غتعطينا صفر حيت متعامدين هي بي وهي اكس، دونك صفر. وبالنسبه لاف، اف هي هذه اف، دونك هذه راه اف وهذه راه تي، قلبوا هنا واخا ماشي مشكل. هنا قلت اف وهنا تي، هنا اف. دونك الى درنا هنايا لا بروجيكسيون بالنسبه لبي اكس راه صفر حيت متعامدين، وبالنسبة لإف غتبقى هي إف
حيث لاصقة فوق إكس. وبالنسبة للأخرى بالنسبة للتي هي هذه، إلا بغيت ندير لاصقات على أو إكس ما كاينش كيفاش، حيت هي جاية لهنا و أو إكس الجهة الأخرى، دونك غندير المقابل ديال إكس، غنجر واحد المستقيم هنا. ولكن ما ننساش واحد الإشارة ناقص، هي هذه اللي درت في الأول، هي هذه. علاش؟ لأن ما درش لاصقات في المنحى المباشر، دار لاصقات في المنحى المعاكس ديال إكس أو إكس، دونك خصني ندير واحد الناقص بعدا. وإلا درت لاصقات، ندير الاسقاط هنا، تلقى هاد الضلع، هاد البلاصة هادي هي الاسقاط ديال تي على او اكس. دونك واش نتا تمثل هادي بالنسبة لهاد الزاوية، حيت هادي هي الزاوية الفا وهادي هي الزاوية الفا، دونك تمثل ليها الضلع المقابل. ملي تيكون الضلع المقابل تنهضر على السينيس، دونك تناخد هاد تي هادي تنضربها في السينيس الفا، دونك غتعطينا صفر. وهنايا بي ايكغاك، الا سقطنا بي على ايكغاك، ايكغاك الفوق و بي لتحت، دونك غيكون غير ناقص، دونك هي ناقص بي. وبالنسبة لإف إلا سقطنا على إيكغاك راه متعامدين، دونك صفر. وبالنسبة لهادي، هادي إلا سقطنا على إيكغاك، هو هذا اللي سقط ديال هنا، دونك غتعطينا هاد البلاصة هادي كلها هي اللي سقط. وهاد الزاوية راها ألفا، وهادي راها ألفا، دونك وهاد البلاصة هي اللي سقط ديال تي على إيكغاك، دونك غتكون هي كوسينيس، حيت محادي الضلع المحادي هي الزاوية ألفا، هو الضلع المحادي لها. دونك وكاين في المنحى المباشر، يعني ما كاينش ناقص، كون درت لي سقاط لتحت غندير ناقص، دونك غندير زائد، وتناخد تي تي فوق السينس الفا، هنا راه تي، هنا تي فوق السينس الفا يساوي صفر. دونك من هاد العلاقة غادي نجبدو بلي بلي تي، من هاد العلاقة تي تساوي اف على سينس الفا، ومن هادي غتعطينا تي تساوي هنا راه تي تساوي بي على كوسينس الفا. دونك الا درتي تي راه هي 1.2 ديجا لقيناها على سينوس 30، غتلقى 2.3. الا درتي تي هنايا نفس الشيء، دير 2 على كوس 30 هي 2.3. هادي اللي خص تاكد ليك 100%. علاش؟ لان هادي ما تتغيرش، بي هي ام فوا جي كوس سينوس الفا هو ثابت، دونك هادي هي اللي صحيحه 100%. دونك الا غلطتي في هادوك الاولانيين تقدر تفيريفي بهادي، خصهم يكونوا متقاربين مع هادي. ثم بالنسبة قال لك تخوفي لا فالور دو تي اون اوتيليزون يعني ديشيل، ديشيل راه درناه هنا. هاد السؤال قال لك باغ ميثود جيومتريك، راه ديجا جاوبنا عليه في السؤال 3. دونك نرجعو للسؤال الأخير أو ما قبل الأخير، هو هذا السؤال ما قبل الأخير. إذن لالونجمون دي روسور اليكيليبر ديال الطائل، حنا عارفين بلي ديال الطائل هي تي على كا، دونك تي هي 1.2 على 40، دونك هي 0.03 متر، والضربة في 100 باش تعطيك 3 سنتيمتر، هادي هي الإطالة. وقال لك في التمرين ديجا عندو ال زيرو هو 20 سنتيمتر، شحال هو ال فينال، دونك ال زيرو غنزيدو عليه ال فينال، حيت كان عفوا الإطالة، إطالة غنزيدوها ال زيرو غنقاو هي 23 سنتيمتر.